إجراءات ترقيعية لتهدئة غضب العراقيين من جراء انخفاض عملتهم الوطنية وانصياعاً لضغوط أمريكا بمنع تهريب العملة إلى إيران عبر وعود حكومة الإطار التنسيقي بالاستجابة لطلبات البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية. خبراء اقتصاديون شككوا بجدوى قرار خفض سعر صرف الدولار واعتماد سعر 1300 دينار لكل دولار في وقت ما زال سعر الصرف يراوح مكانه في السوق الموازي عند 1550 دينار للدولار الواحد دون أي تأثير للقرار الحكومي الذي جاء بشكل ارتجالي لم يأخذ بالحسبان التأثيرات الاقتصادية على المدى البعيد، فضلا عما أحدثه من إرباك قد تصل تأثيراته إلى إقرار موازنة العام الحالي التي مضى شهران ونصف الشهر على تأخير تمريرها. حكومة ولائية بامتياز تستميت بالدفاع عن إيران وترفع عنها تهمة تهريب العملة وسط تأكيدات من مصادر داخل الحرس الثوري الإيراني بدخول نحو 100 مليون دولار يوميا من العراق إلى إيران، ما يهدد اقتصاد العراق وإدخال المواطن في دوامة المجهول. مصادر شككت بجدوى تغيير سعر الصرف وراهنت استقراره بطبيعة التوافقات التي أبرمت خلال زيارة الوفد الحكومي برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين ومحافظ البنك المركزي الجديد علي العلاق ووزيرة المالية طيف سامي إلى واشنطن. إقرار السعر الجديد لصرف الدولار يأتي تماشياً مع اقتراح سابق لرئيس الوزراء الأسبق نور المالكي الذي يحرك الحكومة الحالية من خلف الكواليس في خطوة عدها مراقبون محاولة يائسة لامتصاص غضب العراقيين عقب حالة الغضب والتوتر التي سادت الشارع العراقي وخروج التظاهرات المنددة بالتلاعب بلقمة العيش وتحسين الواقع الاقتصادي.